السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ الحلقة بعد هذا الفاصل. البداية من صحيفة كتابات، ونقرأ مقالا لحامد الشهاب تحت عنوان كهرباء العراق والسوداني وجمهورية المولدات، حيث يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق في قطاع الكهرباء، ويناقش كيف تحولت مولدات الكهرباء إلى دولة داخل دولة، معززة بحماية جماعات مسلحة وعصابات خارجة عن القانون. ينتقد الكاتب بشدة الحكومة العراقية لفشلها في إدارة أزمة الكهرباء وعجزها عن تقديم حلول جذرية، مما أدى إلى استغلال المولدات الخاصة وتفاقم معاناة السكان. كانت التبريرات السابقة قبل أكثر من 15 عاماً عن تدهور أحوال الكهرباء في العراق أن الأمريكان لم يكن يسمحوا بتطوير قطاع الكهرباء، وهم يريدون إبقاء العراق مشتت القوى وشعبه يعاني الأمرين من ويلات تدخلهم في كل صغيرة وكبيرة ومنها الكهرباء، حيث أن الأمريكان ودول الجوار مجتمعة لا يريدون للعراق خيرا في يوم من الأيام، لكن هناك أسبابا أخرى برزت منذ 10 سنوات أو أكثر وتداخلت مع الرغبة الأمريكية هذه، وهي بروز سطوة جمهورية المولدات التي كانت وستبقى دولة داخل الدولة. وقد أثبتت الأحداث أن أصحاب تلك الجمهورية التي تحمي كثير منها جماعات مسلحة وعصابات خارجة عن القانون، أن تلك الجمهورية كانت هي السبب في تدهور أحوال الكهرباء، ولم يكن بمقدور أي رئيس وزراء أن يناهض هذه الجمهورية أو يفرض سيطرته عليها، وكثير منها ببغداد تعد خارج سلطة الدولة، ولم يتدخل أحد حتى الآن لوقف تصاعد أسعار أمبيراتها التي بلغت أرقاماً قياسية. نطالع مقالا آخر لنزار رافع في صحيفة الميثاق الوطني بعنوان التحديات البيئية على القطاع الزراعي في العراق، يناقش فيه الدكتور رافع التحديات المتعددة التي تواجه القطاع الزراعي في العراق، بما في ذلك الأمطار الحمضية وتلوث الهواء والارتفاع المستمر في درجات الحرارة. يشير الكاتب إلى الإهمال الحكومي وسوء الإدارة كعوامل رئيسة في تدهور القطاع الزراعي، مطالبا بإصلاحات جذرية لضمان الأمن الغذائي وكذلك حماية البيئة. يعد العراق خامس أكثر الدول عرضة للتأثر بمخاطر التحديات البيئية، إذ تزداد سنويا مساحة التصحر بسبب الجفاف، مما يسبب زيادة الغبار والعواصف الرملية، وكذلك ارتفاع مستويات تلوث الهواء نتيجة زيادة استهلاك الوقود وزيادة عدد السيارات أكثر من 10 أضعاف من عام 2003، ومولدات الطاقة الكهربائية وأعمال العنف واستخدام الأسلحة والذخائر في أعمال العنف الداخلية. كل هذه العوامل أدت إلى تلوث البيئة العراقية. ومن بين هذه التحديات هناك نقص في الموارد المائية في العراق نتيجة لإجراءات تقليل الحصص المائية للعراق من بلاد المنبع تركيا وبعض الروافد من إيران، إذ انخفضت الحصة المائية للعراق إلى 40% سنوياً، ونتيجة لذلك جف عدد كبير من روافد نهري دجلة والفرات وبحيرات الخزن المائي، كل ذلك أثر بشكل كبير على تقليل المساحات المزروعة وانخفاض الناتج الزراعي المحلي إلى مستويات لا تكفي الحاجة الوطنية من المنتجات الزراعية، كل هذا بسبب سوء إدارة الدولة لملف المياه وغياب الوعي الوطني لترشيد استهلاك المياه الزراعية بسبب الأنظمة التقليدية للري وهدر كميات كبيرة من المياه. نقرأ مقالا لأياد العنبر في صحيفة المدى بعنوان سراب العيد الوطني في العراق، حيث يتناول الكاتب التحديات التي تواجه العراق في تحديد عيد وطني يوحد جميع مكونات المجتمع العراقي،
مع التأكيد على الخلافات السياسية والطائفية التي تعيق هذا الجهد. ينتقد العنبر الطبقة السياسية العراقية لفشلها في تجاوز الانقسامات الطائفية والقومية وإيجاد هوية وطنية جامعة، مما يهدد استقرار البلاد وتنميتها. كيف يمكن الوثوق بطبقة سياسية صدعت رؤوس العراقيين بشعارات الوطنية وهي منذ 21 عاماً لم تتفق على نشيد وطني يجسد تاريخ العراق والأمة العراقية؟ حتى النخب الثقافية والأكاديمية والسياسية لم تتفق على يوم وطني، فالموضوع يعتمد بالدرجة الأولى على المزاجية الشخصية والولاءات الأيديولوجية والانتماءات الطائفية. بعضهم يعتبره من تأسيس المملكة في العراق، وآخرون يريدونه من إعلان الجمهورية في العراق. لم تتجاوز النخب السياسية التي تحكمنا اليوم محنة العراقيين مع أولوية الأيديولوجيات على هويتهم ومصلحتهم الوطنية، بل على العكس استبدلوا المكوناتية مكان الأيديولوجية. فالإسلاميون الذين لهم الغلبة في الحكم والسيطرة على السلطة رسخوا هذه المحنة، وبدلا من أن يكون مشروعهم بناء هوية وطنية والدفاع عنها وترسيخها، بات مشروعهم الأول تغييبها تماما وفرض المذهب الطائفي كهوية للدولة. في صحيفة الدستور الأردنية يكتب حمادة فرعنا مقالا بعنوان رضوخ أمريكي إسرائيلي، يناقش فيه كيف فشلت إسرائيل في تحقيق أهدافها في قطاع غزة، وكيف استقبلت حركة حماس خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بإيجابية، متوقعة تحسينات ملموسة على الأرض. يسلط الضوء على الدور الذي لعبته حماس في المفاوضات وكيف أسهمت في تغيير موقف الولايات المتحدة تجاه الصراع، ما يعكس تحولاً في السياسة الدولية تجاه القضية الفلسطينية. الشعب الفلسطيني دفع ثمناً باهظاً من أرواح ودماء أبنائه وبناته، ولا شك أنها ثمن حريته واستقلاله وكرامته. وهذه معركته الرابعة في مسيرة الكفاح الوطني الفلسطيني منذ انطلاق الثورة الفلسطينية والاحتلال الثاني الفلسطيني عام 1967. حماس لها مصلحة في وقف إطلاق النار أولاً لحماية قياداتها وكوادرها، وثانياً لحماية شعبها في قطاع غزة الذي دفع أثماناً باهظة غير مسبوقة لهذا الكم الكبير من التضحيات البشرية بعشرات الآلاف من الشهداء وأضعافهم من الجرحى وتدمير ثلثي مساكن المدنيين. وحماس لها مصلحة في تبادل الأسرى، حيث سيتم إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وستخرج من المأزق والأزمة والحرب والدمار مرفوعة الرأس، وتكاد تكون قد حققت إنجازاً بل انتصاراً لنفسها. المستعمرة ليست لها مصلحة لا في وقف إطلاق النار ولا في تبادل الأسرى، ففي الحالتين ستدفع ثمن فشلها وإخفاقها وتكاد تكون مهزومة. وواضح أن لا خيار لها بعد فشلها في عملية 7 أكتوبر وفشلها في معالجة نتائج 7 أكتوبر وتداعياتها، فقد فشلت في تصفية قيادات حماس والمقاومة، وفشلت في إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بدون عملية تبادل وبدون أن تدفع الثمن، وفشلت في ترحيل أهالي غزة إلى سيناء، وفشلت في إعادة المستوطنين المستعمرين إلى مساكنهم لدى المستعمرات المحيطة في قطاع غزة. في منطق أمريكي قديم يخلط بين حركات التحرر الوطني والإرهاب، وهو منطق نشأ بعد أحداث 11 من أيلول سبتمبر 2001. ينتقد الكاتب بشدة كيف أن هذا التوجه أثر سلباً على تعاطي الغرب مع القضية الفلسطينية، ويحذر كذلك من تبعات استمرار تجاهل الحقوق الفلسطينية. يختتم الكاتب بالتأكيد على أهمية النضال الفلسطيني وصمود الشعب الفلسطيني في وجه الظلم، ويحث كذلك المجتمع الدولي والعربي على إعادة التزامهم بدعم القضية الفلسطينية.
تتعاقب الدول الأوروبية على الاعتراف بدولة فلسطين الواحدة تلو الأخرى على خلفية مشاهد إبادة شعب من الأطفال والنساء، وعلى خلفية حوالي 37 ألف شهيد منذ 7 أكتوبر 2023 إلى اليوم، من بينهم 15 ألف طفل من زهور فلسطين مع قوافل الشهداء من الحرائر والشيوخ والمعاقين. هي حرب إبادة جماعية انتقامية يشنها عنصري نازي من أجل إنقاذ نفسه من السجن والإدانة والأذى الذي ألحقه بشعبه قبل الشعوب الأخرى. لكن في قلب هذه المحنة الدموية تكمن منحة ربانية بعد أن كادت تطمس قضية الاحتلال الغاشم لفلسطين منذ عام 1947، ويطبع العالم مع واقع مدلس فرضته عليه ماكينة إعلامية وسياسية ضخمة غسلت العقول وأجبرتها على القبول بالمظلمة التاريخية كقدر محتوم انصاعت له بعض الأنظمة الرسمية العربية صاغرة لولا بعض الرجال من ذوي الجرأة في الحق تصدوا للمحتل وكشفوه ووقفوا مع المقاوم وساندوه. الآن مشاهدينا نأخذ استراحة قصيرة مع صور الكاريكاتير. إلى تقرير مصور من صحيفة العربي الجديد تقول فيه: وسائل المعرفة والتعليم مدرجة بين أهداف الحرب الإسرائيلية على غزة، وليس ذلك خافيا على أحد. وكان الدكتور ناصر الصوير مدير الإعلام والعلاقات العامة السابق في بلدية غزة الذي شارك في تأسيس مكتبة بلدية غزة العامة التي دمرتها إسرائيل خلال الحرب الحالية، كان قد قال في يناير كانون الثاني الماضي: تهدف الحرب إلى إزالة غزة من التاريخ والجغرافيا السياسية. أعدمت إسرائيل الكتب بدم بارد في كل مكان في غزة، سواء في مكتبات أو مراكز ثقافية أو مدارس أو منازل، لكن فلسطيني غزة انتشلوا بعضها من الركام وتناقلوها بين أيديهم في اللحظات الصعبة للتمسك بالحياة تحت القصف الذي لا يهدأ. ترصد الصحيفة وكذلك بين ركام الأماكن المقصوفة بحث أبناء القطاع أيضاً عما يفيد نشر المعرفة. انتشلوا ما يستطيعون انتشاله من بقايا الكتب واستأنفوا المهمة التاريخية للشعب الفلسطيني في محاربة الظلم الذي يتعرضون له منذ عقود عبر نشدان المعرفة والعلم ونقلهما إلى الأجيال. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اختناه لكم من أحد مواقع الصحف. أجينا على رمان سكن، يعني فيش حاجة الحين إحنا نغطى فيها، فيش إيش نستفيد منه، فيش يعني كما خلقتني يا رب، لا دور ولا فراش ولا عفش ولا حاجة، فيش إيش نستفيد منها. هيك إحنا يعني الحمد لله دمرت الميل كامل، وفيش حدا مطلع علينا بوجهه يعني بعين الرحمة. عايشين هان وشردنا لما نخشوا اليهود، فبس طلعوا جينا نشوف غرابنا. عايشين احنا جنبكم زبالة في خيمة، كمية الدمار من وجدتش في قطاع غزة كله،
لعمرها صارت في صبرا وشتيلا ولا في أي بلد عربي ولا أجنبي. كمية الدمار مش طبيعية في جباليا، بس صامدون إن شاء الله، ولا حدا بكسر عزيمتنا رغم دباباتهم وطياراتهم. أنا نازح وقت المعسكر، قعدنا في المعسكر تقريبا مش 4 شهور ولا 5 شهور، شردنا من زايد على المعسكر. لما شردنا من المعسكر أنا بقيت لي خيمة اللي هي هنا مش شايفها، هذه خيمتي أنا بقيت هنا ولا حاجة فيها مبين. أنا نازح وشارد، شردنا من هنا رحنا آخر الدنيا على الشاطئ وعلى البحر، وزي ما أنتم شايفين طخ وسامعين طخ، هتو رجعنا صار انسحاب ورجعنا. جيت لقيت لا خيمة ولا بطارية ولا حاجة، كل النم الكورة راح. انتهت فقراتنا لهذا اليوم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.